اهلا بكم عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. من اكتر الاخبار اللي حبيتها جدا وحمستني جدا ان انا اطلع اعمل حلقه الصراحه بعوده الفنان العملاق الدكتور البروفيسور يحيى الفخراني. بيطلته علينا في رمضان 2021، كان غايب علينا بقاله سنتين عن اعماله الرمضانيه، وكان اخر اعماله كان سنه 2018 بمسلسل بالحجم العائلي. عايزك تدوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره طبعا، وعايزك تشترك على انستجرام بيج والفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقة أول بأول، عشان نتكلم عن مسلسل يحيى الفخراني الجديد نجيب زاهي زركش. أيوة هو اسمه كده، ويلا بينا نخش في الحلقة. الواحد فعلا يا بتوع افلام، وهو الاسبوع اللي فات كده قاعد على السرير وبشوف بتابع الاخبار الفنيه، ولقى صوره يحيى الفخراني قدامه ان هو هيرجع بعمل جديد سنه 2021 او رمضان اللي جاي ده على طول، انبسط كده وقال ياه كنت وحشنا يا اخي. وكان وحشنا مسلسل يحيى الفخراني بتاع رمضان، اللي كان هو والفنان الله يرحمه نور الشريف كانوا من الممثلين لازم، يعني من ابناء جيلي او من ابناء جيل الناس اللي فاتت، والدي مثلا او والدتي كانوا لازم يشوفوا مسلسل للاتنين دول في رمضان. وبالمناسبة برضو يا جماعة، يحيى الفخراني هيرجع للسينما، وهقول لكم في الموضوع ده في اخر الحلقة او في اخر ما احنا بنتكلم عن مسلسل، وحاجة شكلها هتبقى تكسر الدنيا ان شاء الله. مسلسل نجيب زاهي زركش الجديد من انتاج شركة سينرجي، ومن تأليف المؤلف الجامد جدا عبد الرحيم كمال، ومن اخراج ابن الفنان الكبير يحيى الفخراني المخرج الجامد شادي الفخراني. والمؤلف عبد الرحيم كمال يعتبر هينزل في رمضان اللي جاي ده عملين ليه، اللي هو العمل الاولاني كان المفروض ينزل رمضان 2020 اللي هو القاهره كابول، من بطوله الفنان الكبير خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب والفنان طارق لطفي، وهينزل برده في نفس الوقت العمل الثاني ليه اللي هو بتاع يحيى الفخراني الجديد. ومن مؤلفات المؤلف عبد الرحيم كمال مثلا الحاجات الجامده جدا اللي انا بحبها، الفيلم الاندر ريتد اللي انا بحبه جدا وانتم عارفين ان انا بحبه جدا، وهو فيلم الكنز مثلا اللي كان اعاده احياء الفنان محمد سعد، ووقفوا عند حتة محمد سعد دي عشان هجيلكوا قدام في الفيلم السينمائي بتاع يحيى الفخراني. وايضا مسلسل زلزال ومسلسل اهو ده اللي صار، وبقى التعاون ما بينه وما بين المخرج شادي الفخراني والفنان الكبير يحيى الفخراني في اعمال كتيرة، زي مثلا المسلسل الاكتر من رائع والنوس مثلا، وايضا شيخ العرب همام، ومسلسل دهشة، وايضا مسلسل الخواجة عبد القادر. المسلسل بيحكي على حسب الصحف وعلى حسب الاخبار اللي انا قريتها عن قضية جحود الأبناء، الأبناء اللي بيبقوا جاحدين جدا على أبهاتهم. عارف إنك أنت سمعت القصة دي كتير، وآخر مثلا الحاجات اللي جت في دماغي دلوقتي وأنا بفكر فيها مثلا فيلم زهايمر للفنان القدير والزعيم عادل إمام، بس طبعا لما تشوفها من البروفيسور يحيى الفخراني هتلاقيها بطريقة مختلفة. وأعتقد برضو إن الفنان الكبير يحيى الفخراني عارف إن هو هيعمل كامباك للدراما، وبالتأكيد إحنا عارفين قد إيه الفنان الكبير يعني بيمثل عظمة. فبيحصل صراع ما بينه وبين أبنائه لحد ما يشتري دار أيتام وبيلم فيها أطفال الشوارع ويربيهم، وتتوالى الأحداث يعني. ويشارك البطولة في المسلسل الفنانة الكبيرة هالة فاخر اللي هتقوم بدورها حلقة واحدة بس، وهي هتكون بدور مرات نجيب زاهي زركش اللي هو الفنان يحيى الفخراني. وعلى حسب الكلام بيقولوا إن هي هتقوم يعني هي ضيف شرف، هي مش هتبقى مشاركة في البطولة ولا حاجة، هي هتمثل حلقة واحدة بس يعني. فهي غالبا كده يا اما شخصيتها هتموت في المسلسل، يا اما هي هتطلع حلقه واحده فلاش باك وهي اصلا ميته. كده كده هنشوف يعني لما المسلسل ينزل. لكن فعلا اللي بتشارك في البطوله النسائيه في المسلسل الفنانه والمطربه انوشكا، وايضا الفنان اللي كان عامل بومينج السنه اللي فاتت اسلام ابراهيم، وغالبا هيبقى ابن من ابناء يحيى الفخراني، وايضا الفنان الشاب كريم عفيفي بتاع مسرح مصر، واعتقد برضه هيبقى احدى ابنائه. وافتكروا كلام يا جماعه ان اسلام ابراهيم وكريم مع فيفي في المسلسل ده هيبقوا جامدين جدا يعني. توقع تمثيل جامد وتوقع كوميديا حلوه. انا نسيت اقول لك اساسا ان المسلسل المفروض نوعه او نوعيته يعني مسلسل كوميدي درامي اجتماعي، فممكن يبقى نفس نوعيه مثلا مسلسل حماده عزه. يا سلام بقى لو حاجه حماده عزه جديده كده، مش نفس التكرار بس حاجه كده نفس البومينج ونفس
وايضا الفنان الشاب رامز امير، واعتقد برضو هيبقى احدى ابنائه. يعني اشمعنى ده اللي انا ما قلتوش؟ انا كل ده توقعات، ممكن ما يطلعوش ابناء ولا حاجه، بس انا متوقع يعني طالما القصه فيها ابناء والثلاثه دول هم اللي لغايه دلوقتي هم اللي بانوا نقص المسلسل، فممكن احتمال كبير جدا يبقى هم دول ابناء نجيب زاهي زركش. وبالمناسبه كده قبل ما اخش لكم على لقطه الفيلم بتاع يحيى الفخراني، احب اقول لكم ان المسلسل كان اسمه قبل نجيب زاهي زركش كان اسمه احترام الاب. ونيجي عند اكتر حته انا متحمس لها الصراحه، حته الفيلم اللي هيعود بيه يحيى الفخراني للسينما. مبدئيا كده يا جماعه، اخر سنتين يحيى الفخراني بعيد ليه عن المسلسلات الرمضانيه، لان هو كان مشغول جدا بالعروض في السعوديه وفي مصر وفي كل الدول بمسرحيه طبعا الملك ليه، وبقاله اخر سنتين مركز فيها جدا، فحب يعمل كامباك جميله بمسلسل. لكن المفاجاه الاكبر هي الفيلم الصراحه. ليه الفيلم؟ لان اخر فيلم عمله يحيى الفخراني كان سنه 98، وهو فيلم مبروك وبلبل مع الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز. فإن فيلم يشد ويرجعه كده ويفكر إن هو يرجع للسينما في الوقت بتاع 2020، فدي حاجة جامدة جدا وتقيلة جدا وتخليك تتحمس جدا للفيلم وأحمسك أكتر وأكتر. ولما قلت لك الحتة بتاعت عبد الرحيم كمال، طب ليه يا أبو حميد قلت لي وشاورت لي على محمد سعد؟ أحب أقول لك لأن محمد سعد سوف يشارك البطولة مع يحيى الفخراني في الفيلم ده، والفيلم اسمه الصحبة الحلوة. وافتكر كلامي، لو فعلا المشروع ده تنفذ هيبقى فيلم هيفضل عايش. ليه؟ ما انا هجيبها لك ليه من غير مجاملات. والله يا جماعه يعني انتم بدون نقاش اكيد فاهمين كبتوع افلام ان يحيى الفخراني ده فنان عبقري، وايضا الفنان محمد سعد كلنا مؤمنين بموهبته العبقريه في التمثيل، واحنا عارفين كلنا ان سبب التكرار الكاركترز والكلام ده هو سبب ان هو وقع من بعد ما كان هو التوب السينما الفتره فوق الخمس سنين مثلا. لكن شفنا محمد سعد في فيلم الكنز اللي انا شاورت لك عليه، وطلع كل موهبته بالشخصيه اللي قدمها، وشفنا تمثيل اكتر من رائع، خلاني كنت وانا قاعد في السينما بنتظر كل مشاهد محمد سعد في فيلم الكنز، سواء الجزء الاول او سواء الجزء الثاني، حاجه كده فوق العظمه. وعملت اتفرج له دبوحه بجد يا جماعه، ده الليمبي ازاي؟ يعني ايه الهيبه وايه التمثيل ده وايه النظرات دي؟ مرعب يعني. بس ده كان ليه بقى يا معلم؟ عشان كان مؤلف تقيل زي عبد الرحيم كمال، وكان مخرج اكتر من رائع وعبقري زي شريف عرفه. شريف عرفه اللي جاب محمد سعد وعمل له كاركتر الليمبي اساسا، وعمل له بعديها انطلاقه من بعد الليمبي، شوف بقى قلت لك بقى نجم شباك فوق الخمس سنين. فشريف عرفه انتشلوا من فخ التكرار واخدوا كده وعملوا رائع من روائع الكنز. وممكن الفيلم يا جماعه قلت لكم ما جابش ايرادات عاليه كتير، بس الفيلم ده من الافلام اللي هتعيش، وبفتكروا كلامي قدام الفيلم هينتشر يعني بعد 10 سنين 20 سنه من الافلام اللي هتعيش. فانا احب اقول لك واحمسك اكتر لفيلم الصحبه الحلوه، ان المخرج بتاع العمل ده هتبقى المخرجه الاكتر من رائعه، واللي الكل عارف قد ايه هي مسيطره وقد ايه هي مركزه وقد ايه هي مخرجه شاطره جدا وعملت لنا حاجات مختلفه جامده جدا في السينما، وهي المخرجه ساندرا نشأت. ولو انت عمال تسالني هي عملت ايه حاجات مختلفه مثلا، احب اقول لك مثلا مثل بسيط فيلم ملاك اسكندريه. اما عن جانب التاليف، فالمؤلف الكبير جدا اللي بالنسبه لي واحد اذا ما كانش الاحسن مؤلف في مصر في السينما مثلا في اخر 30 سنه مثلا، وهو المؤلف الرائع وحيد حامد. وحيد حامد عمل ايه؟ بقى عيب جدا انك تسالني السؤال ده. يعني عندك بقى طيور الظلام والارهاب والكباب ومسلسل الجماعه والنوم في العسل وبلاوي يابا، حاجات عالميه يعني في تاريخ السينما كده كده. فاجتماع وحيد حامد بساندرا نشأت مع يحيى الفخراني ومحمد سعد بفيلم اسمه الصحبة الحلوة، اعتقد فيلم زي ده احنا محتاجين نشجع القائمين عليه ان هم يطلع باعلى مستوى، وان لازم يبتدوا يشتغلوا فيه كده ويشهلوا. يعني انا حاسس ان الفيلم ده هم تقلنين عليه شويه. يعني الخبر ده قول احنا سمعنا عنه مثلا نقول من اخر 4-5 شهور، بس بعد كده قالوا هيتعطل عشان الكورونا، بعديها المؤلف وحيد حامد طلع بيقول هو عطل عشان الكورونا بس انا هكمل فيه. لا، عايزينه ينجز. فيلم زي ده ناس كتيره جدا هتكون منتظراه، وناس كتيره جدا هتشوف تمثيل جامد، انا منتظرها جدا الصراحه. We'll be right back.
بس يا معلم، وده اللي اقدر اقولهولك في الحلقه بتاعه الفنان الكبير يعتبر يحيى الفخراني واحدث اخباره واحدث اعماله، ونتمنى ان احنا نشوفهم بأقرب وقت الصراحه. وطبعا سؤال الحلقه، عايزك تسيب لي رايك تحت في الكومنتات، ايه اكتر عمل انت اتعلقت بيه جدا للفنان يحيى الفخراني من خلال التعاون ما بينه وما بين ابنه شادي الفخراني والمؤلف عبد الرحيم كمال، يعني شيخ عرب همام ولا خواجه عبد القادر ولا ونوس؟ طبعا كتير منكم هيقول ونوس، بس عايز اعرف ارائكم تحت في الكومنتات، عايزك تقول لي مدى حماستك على فيلم الصحبة الحلوة، هتبقى متحمس له زي كده ولا انا مقفور ولا ايه يعني؟ بس يا معلم، ولو عجبتك طبعا الحلقة دي عايزك تدوس لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة، وعايزك تشترك على انستجرام بيج والفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقة اول باول. واهلا بس عليكم الفنان عبيب تشكبك كان غايب عن كان غايب علينا بقاله سنتين من اخر عمل ليه عمله معاه. عمله معانا ايه؟ قالك عمل معانا ايه؟ ايوه.